أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جايب لكم موضوع. الموضوع ده طبعا أكيد في كل بيت، لأن صراحة يعني مش أول مرة تحصل معانا الكلام ده. طبعا انتوا شايفين قدامنا المقابض ديتي طبعا، والسكاكين دي طبعا. السكاكين دي يا جماعة تهيألي مفيش بيت في مصر بتخلو منها. هي بصراحة سكينة جميلة جدا، والشفرة بتاعتها حامية جدا، وطبعا دي بصراحة بتنجز معانا في جميع الحاجات يعني. والله زوجتي وانا والله برضو بستعملهم باستمرار، يعني اخف سكينة واحمى سكينة، ويعني بتجيب من الاخر زي ما بيقولوا. فالمهم يا جماعة الخير، طبعا بس طبعا السكينة دي يا جماعة الخير بتقابلها مشكلة كبيرة جدا. طبعا هي بصراحة سكينة حامية جدا، وفي نفس الوقت ضعيفة جدا. ايه هي ضعفها؟ ضعفها يا جماعة معلش يعني الراجل اللي عاملها، شوفوا كده المنظر، يدوبك يا جماعة شوفوا الحتة اللي هي بس ده، هي بس هي اللي ماسكة في قلب المقبض. يعني معلش هو بيعملها علشان خاطر تبوظ، مش عاملها عشان خاطر الناس تستعملها. يعني معلش لما يكون بطول السلاح ده، يعني ما شاء الله السلاح ده هو طوله لا يقل عن مثلا 18 سنتي او 17 سنتي، ويكون مكان الحتة اللي هو بيمسك فيها في المقبض ما تجيش 2 سنتي، يا حرام عليه والله. وهقول لحضراتكم انا يعني كنت زمان بجيبهم الاتنين مع بعض دولي، كنت بجيبهم ب5 جنيه، المرة دي انا جبتهم ب10 جنيه. وصدقوني اول واحدة من مثلا من اول اسبوع اتفكت، وطبعا انا كنتش عارف اعمل فيها ايه، او ما جاليش يعني ايه الفكره بتاعتها ان انا اعملها. حتى بصراحه انا يوم كنت بشتريها لقيت الراجل، انا مسكت 2 كانوا برضو في نفس العلبه، بس مش نفس الشكل، مش بنفس الشكل ده، بقول الشكل. المهم فبقول لحضراتكم جيت ابص لقيته بيقول لي ايه، لا انت طبعا زبون عندي، وانا مش عايز اديلك الوحشين دول. قلت له امال اخد ايه؟ قال لي استنى، وراح جايب لي دول. قال لي لا دولي بيني مش عارف بلد صنعهم بلد ايه، قال لي على اسم بلد كده الدنمارك ولا مانيش عارف. المهم يعني قال لي لا ما تاخدش الصيني وخد هماني، هيبقوا انضف واحسن منهم. طب بكام يا عم؟ التانيين كانوا ب7 جنيه، قال لي دول ب10 جنيه. فطبعا يعني مش محتاج في تفكير بقى ان انا افكر في ان انا اجيب من الرخاص. قلت له خلاص، لان طبعا انا كنت يعني دول انا كنت بجيبهم من زمان من بورسعيد، كانوا الاتنين بيتباعوا ب3 جنيه. فالمهم عارف نظامهم، وعارف ان هما ممكن يتقطموا، لان برضو نفس الحكايه كانوا بيتخلعوا من هنا، وكانوا بس بقى كان بقى اللي فرق بين اللي انا كانوا بيجيبهم من بورسعيد والتانيين، ان كان من عند الحته ده كان بيتكسروا. لكن دول المره دي هما بصراحه عاملين المقبض بتاعه جامد شويه، يعني عظم ماشي. فهو كل اللي حصل ان هما خرجوا من المكان بتاعهم، اللزق اللي كانوا هما لازقينه فيه فك منه. طيب انا قعدت كده ببص لقيت كان طبعا في واحده تانية وفضلت شغاله معانا. جيت ابص لقيت مرات النهارده بتقول لي الحقني المساعده صاحبتي اتقطمت هي راحت. قلت لها مين صاحبتك؟ قالت لي السكينه التانية. فطبعا انا كنت افتكرها اتقطمت، فببص برضو لقيتها اتفكت. اختي المشكله نفس المشكله ان هي اتفكت من مكانها. فطبعا ان شاء الله باذن الله هنشوف لهم حل، والحل ده يا رب طبعا ان شاء الله يكون كويس، ونرجعهم زي ما كانوا، ونرجع نشتغل بهم تاني. وصدقوني انا ما عدتش هسيبهم، يعني خلاص انا بقيت بيني وبينهم طار ان انا لازم ان دول يشتغلوا. يعني لو اضطريت ان انا هخرم لهم خرملين اهو، واعمل لهم توصيله، وهوصلهم في قلب حته صاج، وهقفلهم وهشغلهم. بس مبدئيا كده احنا هنعملهم ونرجعهم زي ما كان المصنع، طالما عندنا الحل ان احنا ممكن نقدر نعمله. طبعا الحل يا جماعه في ايه؟ الانبوبتين ده. طبعا هو انا مش بقول الانبوبتين دول بالذات، هنقول اي حاجه بنفس المنظر ده، اللي هم الانابيب اللي هي بتاعه اللزق اللي بتتحول الى ايه، صلب، بتتصلب يعني. دول انا كنت بصراحه حتى كان مكتوب عليهم ب10 جنيه، كنت جايبهم ب10 جنيه.
طبعا اللزق ده جميل جدا للحاجات اللي زي كده، هو بيلحم حديد في حديد، او حديد في بلاستيك، او بلاستيك في بلاستيك، او بلاستيك في حديد. فاحنا ان شاء الله هنعمل التجربة ديتي ونشوف ان شاء الله. طبعا انا مش هخلص الفيديو الا ما بعد ما الزقهم ان شاء الله ويجمدهم واشتغل بيهم واتاكد ان هم كويسين انزل الفيديو. فكهم ومنفعوش يبقى السلام عليكم، انا هلغي الفيديو ده. فمع بعض كده يا جماعة الخير، طبعا انا عملت الفيديو ده ليه؟ والله انا عملته لان بصراحة انا يعني من الحاجات اللي زعلتني، لان هي بصراحة سكينة جميلة، وفي نفس الوقت انا عارف مشكلتها، وعارف ان هي في كل بيت، وممكن كل الناس اللي عندنا هنا في مصر والوطن العربي بيستعملوها. وطبعا زي ما احنا عملنا قبل كده، طبعا هي ساعة ما بتتفك مفيش الا اني هاخدها ارميها على طول، مش هفكر ان انا ممكن اصلحها لان اصلحها ازاي. فطبعا يا جماعة الخير كل اللي انا هعمله ان انا هفك الانبوبة دي كده، وهاجي على جنبي هنا اهو كده اهو، واخد بس ايه حاجة بسيطة كده يعني قد نقطة كده ماشي. طبعا اللي بالنسبة للموضوع اللزق ده يا جماعة، بيتاخد المقدار نفس المقدار من الانبوبتين على بعض، هي لها ريحة قوية كده بتطلع ساعة لما بتطلعوها ماشي. هنطلع اتنين كده جنب بعض نفس المقدار يا جماعة، من الانبوبة دي قد الانبوبة دي اهو، زود سنة عشان يبقوا قد بعض بالظبط، علشان خاطر يدي نتيجة اللزق كويسة يا جماعة. طبعا وهي جاية معاها معلقة، المعلقة بتاعة التقليب ديتي ماشي، احنا هنستعملها في التقليب. كل اللي احنا بنعمله بس كده ايه، بنقلب كده اهوتي حوالين بعضه ونجمعه، علشان ايه ما يروحش، وايه مش عايزين نفرد قوي عشان طبعا ما المكان ما ياخدش البتاع، وما عدناش نلاقي اي حاجه ندهن بها، يعني يا دوبك ايه نكون مكان صغير كده قوي علشان خاطر اللزق بتاعنا ما يتهدرش مننا ويروح في قلب ايه الورقه. لما يتاكد ان هو كده تمام اتقلب كويس جدا، نجمعه كده على بعض. وطبعا يا جماعة عشان برضو نبقى نقول لكم اللي احنا هنعمله، هناخد يا جماعة الحتة اللي احنا هنلزق اللي هي الحتة اللي هي الحتة اللي هي تخش في قلب المكان ده اهو، اي حتة صنفرة، انا عندي حتة صنفرة دي يعني هحاول ايه اخربشها كده علشان خاطر اعمل نسبة التلاصق، ازود نسبة التلاصق لايه للمادة اللي هي بتعمل دي، لان طبعا دي يعني بتبقى متنكلة ومتلمعة جامد، هي اصلا سلستيل ستيل، فنخربشها تخربشه كده خفيفه عشان خاطر إيه تلزق معانا كويس المكان اللي احنا ايه هنعمله زي ما انتوا شايفين كده، حاجه بسيطه يعني ايه خربشه بسيطه تمام. اهي اتخربشت اهي زي ما انتوا شايفين. نبدأ بقى ايه نعمل ايه، ناخد كده بسم الله، اول حاجه ندهن المكان اللي احنا ايه هنعبيه زي ما انتوا شايفين كده، هي إيه اخده ايه وحوالي 2 مللي او ملي ونص كده من الطرف ماشي. ناخد كده تمام، ونشوف بقى ايه احنا هنعمل ايه بالظبط. نجمع كده، ان في كان في حاجة كمان اهو، نزله عليه كله لان احنا ايه هنعمل وقت حركة، الحركة دي لابد الناس كلها تشوفها معانا عشان خاطر ايه ان شاء الله اللزق بتاعنا يبقى كويس وايه ويلزق. طبعا ايه اللزق ده ميزته ان هو ما بيلزقش بسرعة، يعني قصدي ما بينشفش بسرعة. فهنمسك بقى بتاعتنا، طبعا احنا عارفين ان هي مكانها بتحط ازاي كده ماشي. نبدأ ايه نعمل كده ونسمي الله وبسم الله كده، وايه وندخل، نحاول ندخل يا جماعة ايه اللزق ده اهو جوه، نحاول ندخل اللزق بتاعنا ده كله جوه في قلب المكان علشان ايه يعمل يلزق معانا كويس ويبقى ايه متين. طبعا ان انا حسيت ان هو قليل انا اعمل له كمان الوقت اهو تاني، لان انا حاسس كده ان هو اللي قليل، انا عايز اشرب المكان ده امليه خالص عشان خاطر يبقى ايه معانا جميل وتمسك ان شاء الله تمام. انا كده مش عاجبني بصراحة الكمية اللزق دي قليلة، انا هجيب تاني شوية بسرعة كده ونعملهم مع بعض اهو، شوية كمان قد اللي احنا عملناهم
هو طبعا ما تخافوش، لان هو مش بيلزق بسرعه، يعني بيقعد له حوالي مثلا ايه قيمه 10 دقايق عما يبدا يتصلب. وده ميزه برضه فيه، ان ايه ما يخليش الواحد يستعجل على نفسه. يعني اهو زي ما انتوا شايفين، وجماعه اهم حاجه شويه التقليب ده، لان لازم يعني التفاعل بتاعه عشان يبدا يبقى كويس معاك ويتصلب كويس، اهم حاجه الكميه تبقى مظبوطه قد بعضها. ده اول حاجه. تاني حاجه يبقى يا جماعه الخير الكميه تبقى قد بعضها قلنا. وتاني حاجه بعد ما نلزقه نسيبه بقى ايه في مكان كده، بشرط ان هو ما يتحركش نهائي، ما نحركوش من مكانه خالص، ولا تتهز ولا تتعمل فيها اي حاجه فيه خالص خلال الـ24 ساعة الجايين. اقول لكم ليه بقى، لان انت حضرتك ممكن، او حضرتك ممكن ان انت تشوف ان هو تمام بقى كويس معاك وجامد، بس يا جماعة الجمودية تبقى من بره بس، لكن من جوه بيبقى لسه ايه نسبة الجمودية ما هيش مظبوطة كده. خلاص انا متأكد ان هو ان شاء الله اخد كفايته تمام زي الفل، وبدأ اما بدخل فيه السكينة اللي هو السلاح من ورا بحس ان هو بيبوظ زي ما انت شايفين يا جماعة الخير، شايفين كده بقى. ان شاء الله باذن الله تكون جميلة جدا ومتينة. وهنعمل ايه بقى احنا علينا، احنا نعمل ايه، نعبي كده الطرف بتاعه، بشرط ان ايه يعمل عازل، يعني يعمل رق كده جنبه جنب السكينة برضه، علشان خاطر برضه ايه يساعد في انه يبقى ايه المتانة بتاعت اللزقة بتاعتنا. شايفين يا جماعة الخير بكل بساطة هوتي طبعا. وانا متأكد ان الناس يا عيني اللي عندنا هنا في مصر، الناس اللي شافوا الفيديو الوقت الاول مرة، لو هم ناصحين يعني، فهم سايبين السكينة لسه في مكانها عندهم، فهم الوقت ياخدوها ويقول الحمد لله احنا لقينا ايه نتيجة كويسة، هي انا ممكن نعملها. والناس يا عيني اللي هم رموا حاجتهم بقى يا خسارة، هنقول ايه قدرهم بقى كده. احنا بقى ايه هنسيبها كده بالراحة، شايفين اهي، ونعمل ايه التانية بتاعتنا طبعا، وايه ونبدأ نعمل السكينة التانية بتاعتنا اللي هي لسه برضو ايه ما اتعملتش، نعملها برضو قدامكم عشان خاطر الناس اللي ما شافوش الفيديو او مش اخدين بالهم يشوفوا ايه مظبوط. طبعا نكتر بقى شوية زي ايه المرة اللي فاتت طبعا يا جماعة. والأنابيب ديتي انتوا حضراتكم لما بتستعملوها لازم تتقفل كويس تاني بعد ما تخلص، بعد ما تخلصهم لازم تتقفل كويس جدا، علشان خاطر لو دخلها هوا هتفسد. فبصراحة خسرتهم يعني، والله دول بنستعملهم ما شاء الله باستمرار، وطول ما هم مقفولين كويس ما بيجرالهمش اي حاجة غير اللي هي الامير. الامير ده احنا لو فتحناه وسبناه، وحتى يعني من وهو مقفول بتلاقيه برضو يروح ايه بيبوظ. وطبعا الامير ما هو زي ده، الامير دوتي يعني ايه ماده سريعه، ان هي بتنشف بسرعه، وفي نفس الوقت مش بتديكوا عمره ما تديكوا النتيجه بتاعه اللزق بتاعه الانابيب دي يا جماعه، عشان برضو ما حدش بقى ايه يقول لك يشغل دماغه ويقول طب ما انا ممكن اعملها بامير. الامير يا حبيبي لو جه على 100 ممكن يفرقع على طول، لكن ديت بتعمل عملية بتبقى بالظبط زي نفس الزجاج يا جماعة، بتبقى بتدي نفس الملمس بتاع الزجاج. وانا والله مجربها قبل كده ما شاء الله، يعني بتجمد وبتبقى زي الفل كده. بقى ناخد بتاعتنا اللي هي التانية نعب ايه المكان. طبعا يا جماعة برضو عايز اقول لحضراتكم على حاجة، مش مثلا انا كنت بس بكون مثلا بستعملها واروح جاي مثلا اتفكت مني اروح اخدها غسلها بمية واروح جاي اعملها على طول، لا. لو انت حضرتك او حضرتك مبلولة مية لازم تتنشف كويس جدا، وتتأكدوا 100% ان ما عادش في قلبها مية نهائي، علشان نبقى واضحين مع بعض. طبعا انا نسيت اعمل دهاسة صنفرة، انا همسحها تاني بس مفيش مشكلة، همسحها وصنفرة. طبعا الناس اللي هي قاعدة معايا مركزة هتقول لك الراجل ده ما ايه ما صنفرش البتاع زي ما كان بيقول هنصنفر زي التاني، بس والله هي الموضوع عادي يعني، بس انا ايه هصنفرها برضو عشان خاطر ايه نبقى الشغل مظبوط. يعني هجيب حاجة ان شاء الله كده ايه امسحها بيها
الحتة دي ونصفرها ان شاء الله. استنوني وارجع لكم يا جماعة بعد ما انا مسحتها هي دي. نمسح بقى ايه، نصنفر كده بسرعة. اهي قدامكم اهي بكل سهولة، عشان نتأكد برضه ان هي يعني تخشلنا شوية المكان اللي احنا هنلزق فيه، علشان يبقى ايه يساعد على اللزق وما يفكش معانا تاني بإذن الله. انا طبعا يا جماعة برضه عشان برضه الناس اللي دخلوا دلوقتي، انا مش هنزل الفيديو ده اهو غير لما اتاكد ان هي بقت كويسه وجامده جدا بهذا الكلام وايه وشغاله كويس. فلو الفيديو طلع ان شاء الله كويس، النتيجه طلعت مرضيه بالنسبه لي، يبقى الفيديو ده انت هتشوفوه. ما كانش يبقى الفيديو ده بايظ وانا ايه هلغيه ان شاء الله من بره بره كده، علشان طبعا انا عندي المصداقيه في كل شيء، وما اعملش فيديو عشان انا عايز اعمل فيديو، انا بعمل فيديو عشان خاطر الناس تستفيد. لازم اعمل كده يا جماعة علشان خاطر ايه اتأكد ان الايه اللزق بتاعنا إيه يعني ايه دخل في كل المكان ماشي ومظبوط 100%. طبعا ديت انا حاسس ان هي ما هياشي متركبة زي اختها في مكانها، مش مرتاحة، هتبقى معوجة كده، مهيش مرتاحة زي اختها. طب بس طبعا انا هخليها زي ما هما كانوا عاملينها. هي متركبة كده صح، هي كده هخليها بقى مايلة وخلاص. ما هو دي يمكن، والله دي يمكن اول واحدة اللي هي فكت معانا، لان هي اللي انا شايفه ان هي بايظه اصلا في الصنع بتاعها، يعني ايه ما هياش مظبوطه، شايفين حتى مش مرتاحه في مكانها والله. طيب انا هعمل بقى، اعمل لها، هقول لكم انا كده اعمل لها حته كمان معجون كمان عشان خاطر ايه اخليها تتجبس خالص. هي كده ناقصه شويه، هعمل لها شويه حته معجون كمان، بشرط ان انا ايه املاها خالص، حته نقطه صغيره خالص لان هي مليانه. انا برضو بوريكم يا جماعه عشان خاطر ايه، لو انتوا لقيت المشكله دي عندكم كويس ان هي ظهرت معايا هنا، تبقوا ايه عارفين انتوا إيه تتصرفوا ازاي. انا لقيت الاحمر ناقص شوية عن الابيض، فقلت ايه ازوده عشان يدي نسبة ايه التلاصق جامدة جدا. وطبعا إيه بيقولوا ان اللون ده لازم يتحط نفس المقدار من النوعين، يعني ما تقولش بقى ان الاحمر هو اللي بيجمد او ما كتر شوية من الاحمر، لا ده انت كده تبوظها. لازم لازم الاتنين يبقوا نفس الايه الكمية بالظبط. يعني لو هقول لك ايه، لو حبيت ان انت يعني توزنهم وزنهم عشان ايه زي ما الكتاب بيقول يعني. وكده يا جماعة الخير بقى ايه، ناخد كده ونعبي المكان ده كويس. انا عايز اعبيه بقى بصراحة، ليه؟ علشان خاطر إيه زي ما انتوا شايفينها قدامكم. تمام كده زي الفل ان شاء الله. بس بقى انا ايه، انا هرفع عليها كده، شوفوا بتتملي ازاي. انا معاها برضو مش هسيبها ان شاء الله غير لما تبقى تمام. بس بقى دي عايزة تتصلب كده في مكان معين، بشرط ان ما تتحركش خالص ولا عيال تيجي جنبها ولا اي حاجة في الدنيا.
لان دي لو اتحركت اي حركة هتروح ايه، لو المكان اتحرك من يعني المكان اتغير عليها يبقى شكلها وحش، ويبقى احنا بوظنا الدنيا. احنا عايزينها تقفل على ايه، على الوضع اللي هي احنا سيبناه عليها. وكده يا جماعة الخير، طبعا دي عايزة بقى الصلاة بسجل زي ما قلت لحضراتكم، عما تبدأ تشد طبعا ما شاء الله. شوف التانية بقى، التانية ما شاء الله والله يا جماعة شدت اهي، شايفين لونه اتغير، لون المنظر من المنظر دواني لونه بقى على رصاصة اهي، دي بقت تشد خلاص. لكن ديت لسه قدامها ايه يعني، مثلا احنا لسه في دقيقة اهو، ملحقناش يعني. سيبها بقى ايه مع نفسها لغاية اما تشد خلاص. انا همسكها، حتى امسكها كده وبايدي، هي يعني ايه ان شاء الله دقيقتين باذن الله تكون ايه شدت خالص، علشان خاطر لما اسيبها هي والله شدت هي اصلا. تمام، انا طبعا والله ما عاجبني الشكل بتاعها ده كده خالص، بس بقى ايه اهو يختاروا بقى. انتوا وانتوا بتشتروا دايما تبصوا على السكينة، لو لقيتها معوجة كده ما هيش شكلها مظبوط ما تاخدوش كده بالهوجاء يعني زي ما كنت انا باخد يعني. اتأكدوا ان هي شايفين تبقى عدلة زي دي كده، شايفين دي عدلة ازاي، لكن دي تحسوا ان هي كده ما هيش مظبوطة. دايما تختاروهم ان هما يكونوا شكلهم مظبوطين. شوفوا دي شكلها عامل ازاي ودي شكلها عامل ازاي، تحس ان دي معوجة كده ما هيش مظبوطة في مكانها. وانتظروني ان شاء الله يا جماعة عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده، ايه ليه اما نشوف بإذن الله اخبار السكاكين بتاعتنا ايه. يا ترى هي هتقطع برتقان وهتقشر بصل ولا هنرميهم؟ بس انا ان شاء الله مش هرميهم، وانا نويت خلاص ان انا لازم ابوظ فكرة الراجل اللي هو كان بيعملهم، ان هو الناس تستعملهم للمرة واحدة ويرموهم. يعني ان شاء الله نعملهم ان هم بشرط يشتغلوا لغاية ما احنا نزهق منهم ونرميهم، ونبوظ عليه ايه افكاره السيئة الراجل ده. فانتظروا ان شاء الله بعد ما ينشفهم نرجع مع بعض نكمل الفيديو لحظات، واستنوني. ورجعنا لكم يا جماعة الخير بعد ما السكاكين بتاعتنا خلصت. تمام، شايفين اهو ما شاء الله. طبعا برضو انا عايز اقول لحضراتكم حاجة برضو علشان نبقى برضو صريحين مع الناس، السكاكين دي يا جماعة الخير برضو على اللحام اللي احنا لحمناه ده بقى، معلش يعني بعد اذن حضرات النساء يعني، والله ومن يوم ما تشتريهم انا حذرت مراتي كذا مرة، لان انا عارف ان دول ممكن يفكوا من هنا. فيا جماعة الخير السكاكين دي معلش يعني، مثلا تقطعي بها مثلا طماطماية، تقطعي بها مثلا يعني حاجة خفيفة قوي يا جماعة، ما ينفعش ان انتي معلش يعني تتقلي بها جامد ماشي، لان التقل الجامد دوتي طبعا انتوا عارفين ان دي يعني ماسكة على حتة يا دوبك قد هنا، فدي هتبقى مشكلة كبيرة يا جماعة الخير معانا تاني. فالمهم ان احنا ايه لابد ان احنا نحافظ عليهم ويبقوا كويسين علشان يبقوا كويسين معانا. بتشتي تاني؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. أول مرة في السنة دي بصراحة تشتي تلج عندنا يا جماعة، تلج في دمياط الجديدة. معلش احنا حاطين التند ده نشرة؟ شايفين التلج عامل ازاي يا خبر أبيض؟ ده صوته فظيع، صوته مزعج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خير خير، بس الناس اللي زرع بطاطس هيزعلوا، البطاطس ده بينزل يقطع الورق خالص يبهدل الشجر. الله، الأصل والناس اللي عندها برضو شجر المانجا طرح الوقتي هيزعلوا. عندها ايه؟ شجر المانجا برضو؟ اه هينزل على النورة يوقعها يقطعها كلها، والله هيتخسرها. بس اهو خلص اهو، بس حاجة على السريع كده ومش
سبحان الله، اللهم صيبا نافعا يا رب. شايفين التلج يا جماعة؟ أول مرة السنة دي تشتي تلج والله، نشوفها يعني عندنا هنا في دمياط الجديدة. وهنجيب يا جماعة الخير طبعا، نجيب مع بعض زي ما اتفقت معاكم ان احنا هنجرب مع بعض ازاي احنا هنقطع بقى هوتي عشان خاطر الناس تتأكد ان هي، بس طبعا برضو بالعقل، لان طبعا هي ما بقالهاش يا جماعة يعني بالظبط حوالي ساعة ونص ولا حاجة، فممكن يكون قلبها طري. بس انا عايز اقول لكم ان هي بدأت تشتغل اهي كويس ماشي، وبتقطع اهي يعني ماشي، فانا برضو مش هتقل عليها خالص. هي دي يعني بيد هتقعد هي، بصوا شايفين، عشان تبقوا شايفين برضو اهي، سامعين اهي، انا بخبط طبعا على الحاجة اللي انا ايه اللي انا اللحام بتاعها، شوفوا سامعين نشف ازاي اهو، شايفين نشفه، بس طبعا هو نشف من بره وممكن يكون لسه طري من جوه، من عند اللحام من جوه اهو. فطبعا انا مش هقدر ان انا اتقل عليها دلوقتي، وان شاء الله باذن الله هيشتغلوا كويسين وهيرجعوا يبقوا كويسين معانا ماشي. فيا جماعه الخير يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم يا جماعه الخير ما تنسوش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.